السلام عليكم ورحمة الله. وصلنا إلى سكشن 8.4 تريجونوماتريك سبستيوشنز، التعويضات المثلثية. يعني نستخدم التعويض، تكامل بالتعويض باستخدام دوال المثلثية. نستخدم هذه الطريقة عندما يكون لدينا تكامل يحتوي على مثل هذه التعبيرات، هذا التعبير مثلا وهذا وأيضا هذا. في هذه الحالة نستخدم إحدى التعويضات مثل x equals a tan theta و x equals a sin theta و x equals a sec theta، وهذه أكثر التعويضات شهرة. طبعا بعد ما نستخدم التعويض بصير التكامل أسهل. نحسب التكامل، نستخدم reference triangle، مثلث مرجعي. مثلا لو كانت عندي x equals a tan theta، فبكون هاي الثيتا هان، والx هي المقابل وa هي المجاور. فباستخدام نظرية فيثاغورث بكون عندي الوتر بيساوي square root of a squared plus x squared. في حالة استخدام x equals a sin theta، بكون عندي الساين theta هي المقابل على الوتر، فبكون عندي sin theta equals x over a، فهي x المقابل و a الوتر، فبالتالي الضلع المجاور للزاوية theta بكون هو قيمته بتساوي square root of a squared minus x squared. نفس الشيء بالنسبة للمثلث الثالث، لما نستخدم التعويض x equals a sec ثيتا، سيك ثيتا بتساوي x على a الوتر على المجاور، فالمقابل بيكون square root of x squared minus a squared. إذا عوضنا x equals a tan ثيتا تحت الجذر، فبيطلع لنا الناتج بهذا الشكل كما سنرى بعد قليل. طبعا هنختار ثيتا بطريقة معينة إنه نتخلص من الـ absolute value، يعني بصير عندي سيك ثيتا معرفة بتكون موجبة، كوساين ثيتا موجبة، تان ثيتا بتكون معرفة وموجبة، وهكذا. ففي الحالة هذه بتكون ثيتا بقول عنها reversible، يعني في نتيجة التكامل يجب أن تختفي ثيتا وتكون النتيجة بدلالة x و a. مثلا لو استخدمنا تعويض x equals a tan ثيتا، فبنعوض تحت الجذر، هنصير عندي a squared plus x squared اللي هو هذه القيمة بتساوي a squared plus a squared tan squared ثيتا. ناخد a squared عامل مشترك، بصير عندي بهذا الشكل. نستخدم هذه الايدنتيتي، هذه كلها بتساوي sec squared ثيتا، فبيكون في الحالة هذه تخلصنا من الجذر. ونفس الشيء لو استخدمنا x equals a sin ثيتا، فنفس العملية، نستخدم الايدنتيتي sin squared ثيتا plus cosine squared ثيتا equals 1. وفي الحالة الأخيرة هان نفس الشيء، نستخدم الايدنتيتي sec square theta equals tan square theta plus 1، أو sec squared theta minus 1 equals tan squared theta. طبعا هان بنأكد على عملية كيف نختار theta، يعني لازم نحدد الدومين theta، القيم اللي ممكن تاخدها theta، زي ما شفنا في section 7.6. شفنا كيف احنا نختار الزوايا بحيث يكون الانفرس نفسه معرف للتان وللساين وللسيك ولغيره. فبالنسبة لما يكون عندي تعويض x equals a tan theta، فهذا لازم يكون theta equals tan inverse x over a، وتكون معرفة. هذا معرفة فقط إذا كانت theta محصورة بين سالب باي over 2 وباي over 2. بالنسبة للحالة x equals a sin theta، فهي نفس التان theta، نفس الشيء، نفس المدى من القيم، مع إمكانية إنه theta تساوي سالب باي over 2 أو تساوي باي over 2. هذه الإمكانية مش موجودة في حالة التان، لأن التان بتساوي sin على الكوساين، الكوساين بتساوي صفر عند باي over 2 أو سالب باي أوفر 2، فبالتالي المقام بيكون صفر والفانكشن هذه بتكون غير معرفة. وفي الحالة الثالثة
اكس ايكوالز اي سيك ثيتا، فعشان تكون ثيتا ريفرسبل او نقدر نحسبها او تكون معرفة فلازم يكون في عندي حالتين زي ما شفنا في سيكشن 7.6، كان عندي اما ثيتا، هو ثيتا بشكل عام لازم يكون بين صفر وباي، لكن عشان في المقام بيكون في عندي الكوساين بتساوي صفر عند باي اوفر 2، نستثني هذه القيمة للباي اوفر 2 من الدومين، لكن احنا شفناها قبل هيك انه تكون هذه معرفة لما تكون ثيتا اكبر بتساوي صفر واقل من باي اوفر 2 اذا كان اكس اوفر اي اكبر او تساوي واحد. فاحنا راح نتعامل مع هذا الحالة باستمرار. الحالة الثانية ان تكون ثيتا اكبر من باي اوفر 2 اقل بتساوي باي، اذا كانت اكس على اي اقل بتساوي سالب واحد، مش راح نتعامل مع هذه الحالة. ليش؟ لانه بكون في الحالة الاولى لما يكون عندي اكس على اي اكبر او بتساوي واحد، الثيتا هذه الانفرس للسك بيكون معرفة، ثيتا ممكن تكون ريفيرسيبل، وبعدين بيكون عندي السك ثيتا بتكون موجبة في هذه الفترة، وأيضا التان ثيتا بتكون موجبة في نفس الفترة، وبكون عندي السكوير روت اوف اكس سكوير ماينس اي سكوير بتساوي سكوير روت اوف اي سكوير تان سكوير ثيتا زي ما شفنا فوق، ويساوي ابسولوت فاليو اوف اي تان ثيتا، فاي موجبة وتان ثيتا موجبة فبيطلع تساوي اي تان ثيتا، طبعا لما يكون اي اكبر من الصفر. وهذه الاشكال بيبين ليش احنا بنحدد قيم محددة للثيتا من ماينس باي اوفر 2 لباي اوفر 2 في حالة التان والساين، عشان بس تكون هذه الفانكشن لها انفرس، ونفس الشيء بالنسبة للشكل هذا والشكل الثاني، استثنينا باي اوفر 2 عشان عند باي اوفر 2 بتكون اللي تحت صفر، وبالتالي بتكون فانكشن مش معرفة. اذا الخطوات باختصار، خطوات استخدام الترجونومتريك سبستيوشن، اول حاجة نختار اكس بطريقة معينة، اما اي ساين ثيتا او اي سك ثيتا او اي تان ثيتا، بعدين نحسب دي اكس، بعدين نعوض في التكامل ونحدد قيمة ثيتا عشان يكون الشغل هذا تبعنا مظبوط. بعدين بنعوض في التكامل أو التعبيرات الموجودة في التكامل، بنبسطه عشان نقدر نتعامل معها بشكل أسهل. الخطوة الثالثة بنعمل التكامل، نخلي في بالنا دائما إنه الثيتا لازم تكون ريفيرسيبل. الخطوة الرابعة نرسم مثلث مرجعي أو يسموه ريفرنس تريانجل عشان نعوض مكان ثيتا بدلالة إكس و A. مثلا مطلوب منا نحسب هذا التكامل في اكزامبل واحد، تكامل دي اكس على سكوير روت اوف 4 بلس اكس سكوير، طبعا هن على طول نقول انه اي بتساوي 2 وبنستخدم اكس ايكوالز 2 تان ثيتا، فدي اكس بتساوي 2 سك سكوير ثيتا دي ثيتا، وبنختار ثيتا طبعا معروفة دي انها لازم تكون بين ماينس باي اوفر 2 وباي اوفر 2، بعدين بنعوض تحت الجذر هان، فبيطلع لي بيطلع لنا نستخدم الايدنتيتي زي ما شفنا فوق، ويساوي المجموع اللي هو 4 بلس اكس سكوير بيساوي 4 سك سكوير ثيتا، فتحت الجذر بناخد الابسولوت فاليو وهو نفسه لانه موجب، لانه حددنا ثيتا احنا بطريقة بحيث يكون هذا السك ثيتا موجب، وبنعوض في التكامل بتساوي دي اكس اللي هي 2 سك سكوير ثيتا دي ثيتا، وتحت الجذر نختصر اللي فوق مع اللي تحت بصير عندي تكامل سك ثيتا دي ثيتا، وهذا التكامل معروف اللي هو اللين ابسولوت فاليو اوف سك ثيتا بلس تان ثيتا بلس كونستانت سي، بعدين نرفع ثيتا ونكتب ايش بتساوي، فلازم نطلع احنا هان على المثلث المرجعي، فاحنا اخترنا ايه x equals 2 tan theta، فهي theta هاي tan x على 2، فالوتر بيكون square root of 4 plus x square، فعشان نكتب sec theta اللي هو راح يكون الوتر على المجاور، فالوتر اللي هو تحت الجذر 4 plus x square على 2،
وبعدين تان ثيتا اللي هو يساوي المقابل على المجاور اكس على 2 وهكذا.